الجانب السويسري، طبعا في الشق الفرنسي من سويسرا. هذه كرة لمصلحة منتخبنا، علي مبخوت، مرة تعدت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. كرة كانت خطيرة من هدف منتخب الإمارات، شوف الانطلاقة والمراوغة وركن الكرة في الزاوية البعيدة، لكن عدت، لكن مرت، تحولت بالتالي إلى ضربة مرمى. هنا كانت الانطلاقة وهنا كانت التسديدة، وبالتالي الكرة اللي بتمر اللي بتعدي إلى خارج أرضية الملعب. كنت أتحدث عن المدرب العجوز صاحب 62 سنة